نعمل ايه عشان نواجه الكثافه السكانيه العاليه دي؟ والله هو المفروض عمليه الجواز في السن اللي هو صغير ده دي جريمه في حق البنت نفسها. يعني حرام تجوزي بنت عندها 14 سنه لسه عيله طفله لا اتعلمت ولا خدت خبره بالحياه وتيجي تجوزيها، دي مشكله كبيره جدا ولازم تتحل. هو ده سبب الزياده السكانيه؟ هو ده يمكن ده الاساس، ده الفرد. العيل عبال ما بتوصل 25 سنه بتبقى عندها عيلين ثلاثه. الزياده دي طبعا الجواز المبكر طبعا هو السبب في كده. دي بتبقى في القرى، لكن في المدن هنا استحاله حاجه تحصل زي كده. في القرى بيبقى من كتر عدد البنات كتيره عندهم اهي نفر بيخلص من الاكل الموجود، وهي بتمشي بتزحم معاها. ازاي بقى الدوله تواجه حاجه زي كده؟ ما هو الركي بقى على اللي هم بيسننوا البنات وهي صغيره، بتبقى رقابه تبقى على الصحه وعلى وزاره الصحه. احنا ننزل قانون جديد في الدستور اللي هو ايه؟ يعني مثلا كل واحد هيتجوز يعني لسه قابل على الزواج يعني ليه ايه فردين بس يخلفهم. الوعي الثقافي بقى والاعلانات والتلفزيون والحاجات دي. الدوله تعمله وتتنبه اذاعه وتلفزيون وينبهوا على الناس. دي عندنا احنا بقى المفروض الواحد اثنين ثلاثة كفاية قوي وواجه بيهم، يقدر يعلمهم، يقدر يصرف عليهم، يقدر يعيش الحياة الوضع الموجود حاليا دلوقتي. لازم كلنا نتكاتف في ان احنا نزود الانتاج، نقلل من موضوع الخلفة شوية. ممكن ما نخليهاش مشكلة، ممكن مثلا نخليها ثروة سكانية، نبني مصانع كتير لأيدي العمال يستفيد منها وكده.